من الملعب الكبير من مدينة فاس، ومع اللقاء المهم الذي سيجمع بين المغرب الفاسي والأولمبيك آسفي برسم ثم نهائي كأس العرش، مباراة تكتسي أهمية كبيرة للفريق معا سواء بالنسبة لفريق المغرب الفاسي ولكذلك لضيف فريق أولمبيك آسفي. وبذلك نتطلع لمتابعة قمة من قمم هذا الدور، دور ثم نهائي كأس العرش، المسابقة التي افتتحت يوم أمس لقاءتها عن هذا الدور، دور ثم نهائي بمباراة يوسفية برشيد وفريق شباب السوالم الرياضي تم الفاسي. لكن كما قلت اجواء المدرجات هذا الفريق في هذه المواجهه كما وشان بالنسبه لفريق اولمبيك آسفي. نتابع العرضيه مع البدايه، ضغط من جانب عناصر المغرب الفاسي، المقابل واحد، كره تمشي اماميه، فرصه تسديده سددت بطريقه جميله لكن جانبا اول، كره اسراميه حينما قدم ورقة اعتماده بشكل مميز، تمشي كرة طويلة بعيدة غالفا على مستوى دقائق الأولى من هذه المباراة، كرة من وسط الميدان، إصابة أيتم عينة، يسقط أيتم عينة في الوقت، الكرة من جانب مدافع، ننتظر ما ستقدم في هذه المباراة، كرة طويلة بعيدة كانت خارج الملعب، الركلة تحضر البحث من أجل استغلال تسدد لكن جانبا والحكم ماذا يقول؟ المطالبة بمخالفة لفادة عناصر فريق أولمبيك آسفي، يصاب على إثر ذلك لاعب الأساس أسامة محروس، من على الدين شراي، التحضير من الطرف الأيسر عبر سيف الدين مهرة، مشى سيف الدين العرضية، العرضية والمتابعة من طرف المادي عطوشي، اليوم عودة المادي عطوشي لعبت لخابة، تحضير كرة بينية، فرصة خطيرة، فرصة مسفوية حتى على العرضية لكن التغطية دفاعية، التغطية دفاعية بعد من سل عبد الهويل الكرة من الجهة اليسرى، سلام من جانب على تير الشرعي، الحكم يمنح الخطأ بدعوى وجود ملعوبة دائرية، التغطية دفاعية هنا الراسية، الفرصة التي اكتسب طبع الخطورة من خلال ضغط متواصل، هنا مطالب بلمسة يد، ركلة جزاء، ركلة جزاء يشير حكم المباراة لفائدة فريق أولمبيك آسفي، الأوسيس عاد السيدة بليفار، إذا مادام فيها شك، مادام أنه القرار النهائي، لسيموسي ماذا يقول؟ ركلة جزاء لفريق أولمبيك آسفي، غفور فرصة، جول عبد الغفور مير يمنح الهدف في حدود الدقيقة 26 والأستاذ يبحث من أجل التعديل، وفريق دراسية مرت جانبا، مرت راسية من جانب على الدير شراي، الكراي على الدير مرة أخرى، محاولة تمرير عبر العرضية راسية لكن تجاوزت زكريا بن معاشي، لم يس في مرماس يعلم عنده من الامكانيات للتعديل، فرصة جول عفوا مكلفة، هدية تقدم من جانب عناصر لوسيس بعدما لعبت الكرة، أظن من جانب عبر الأطراف من الجهة اليسرى، البحث عن العرضية، كرة خطيرة، تغطية دفاعية لا زال فيها الخطورة من جانب عناصر فريق المغرب الفاسي، توغل على الدين، مر جانبا من جانب على الدين الشرعي، مرة ثابتة تلعب من الخيمة الثانية، بحث الروسية، روسية مسيوية، والحكم ماذا يقول؟ يشير بركلة مرمى لفيصل، فرصة تسديدة، جول واي جول، ابن العيون هيثم بالعينة، هيثم عينة بطريقة اللاعبين الكبار، كرة استثمار هذه الكرة من جانب على تيرا شراي، تفتك المتابعة، تدخل هيثم عينة، تدخل هيثم عينة والذي افتك الكرة، يتحصل على مخالفة فريق المغرب الفاسي مع توشيل عن منطقة الجزاء، مقوسة متابعة من أحمد مروان بيس، أولمبيك آسفي البحث عن العرضية، الارتكال الراسية، متابعة، فرصة 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 من جانب منير مقريع، سدد مقريع لكن جانبت مرمى الحارس سامر ماجد، أول بناء هجومي جميل ورائع من جانب عناصر أولمبيك